نأتي إلى الشيعة. الشيعة طبعا طوائف وشيعة كثيرة جدا منشعبة، لكن نذكر أشهر مذاهبها: الشيعة الزيدية والشيعة الإمامية الاثنى عشرية أي الجعفرية، الذي لهم تواجد ظاهر الآن في إيران وفي العراق وفي بعض بلاد أخرى. أما الشيعة الزيدية فتواجدهم الأكبر في بلاد اليمن، يشركهم فيها الشافعية كما تعلمون. على كل، نبدأ بكلمة عامة عن الشيعة. الشيعة عموما أيها الإخوة، سواء زيدية أو إمامية أو حتى إسماعيلية أو كيسانية أتباع المختار إلى غير هؤلاء، يؤكدون جدا على قضية الإمامة، الإمام الذي يكون من نسل رسول الله، من أولاد فاطمة عليه السلام صلى الله على رسول الله وعلى آله، من أولاد فاطمة، يؤكدون على هذا. لكن يختلفون في مسائل كثيرة من وراء هذا الذي أكدوا عليه اتفاقا. فمثلا الشيعة الزيدية، الشيعة الزيدية يرون أن الأفضل، أن الأفضل والأمثل أن يتولى خلافة المؤمنين وإمامتهم إمام من نسل فاطمة، أي أن يكون فاطميا بغض النظر حسينيا كان أم حسنيا، لا يفرقون كالشيعة الاثنى عشرية، لا يفرقون بغض النظر، من نسل الحسن، من نسل الحسين كما يقال، سيد أو شريف، يعني لا فرق عندهم بين سيد وشريف، من نسل الحسين أو نسل الحسن، على أن تكون فيه صفات معينة أيها الإخوة، على أن تكون فيه صفات معينة. أولا أن يخرج داعيا إلى نفسه بالإمامة، لابد أن يخرج. إذا الزمان خلع عن إمام عادل أيها الإخوة مرضي، حتى إذا كان هذا الإمام من غير نسل الرسول، إذا كان عادلا مرضيا مثل أبي بكر وعمر لا بأس، قالوا ما في خروج. أما خلع شغر المنصب أو وجد إمام ظالم، فلا بد أن يخرج هذا الإمام الفاطمي الشريف، يعني من نسل فاطمة، لا بد أن يخرج ويدعو لنفسه، ويدعو لنفسه بالإمامة. هذا الشرط اشترطه زيد بن علي ورده عليه أخوه الباقر، محمد الباقر عليه السلام، كان أخا له، طبعا كلاهما كان ابني زين العابدين علي بن حسين، والباقر بعدين ابنه جعفر الصادق، لذلك الإمام زيد هو عم جعفر الصادق، وقد عاصره واختلف مذهبهما. زيد له طريقة في الخروج وجعفر له طريقة مختلفة عليهما السلام. طيب، فالإمام الباقر قال لأخيه زيد: لو كان قولك هذا صحيحا إذن أبوك لم يكن إماما زين العابدين، وهو عندك إمام وعندي إمام. لماذا؟ لأنه لم يخرج ولم يدعو إلى نفسه بالإمامة، ظل قاعدا في بيته مسالما، لم يخرج، لم يحرض، لم يتكلم. بعد الفجيعة العظمى التي وقعت في كربلاء بأبيه الحسين عليه السلام وبأهل بيته، ظل منطوياً على حزنه، يشتر حزنه وألمه، محتسباً الله في مصيبته الكبرى عليه السلام، لم يخرج ولم يدعو. حجة قوية للباقر، حجة قوية للباقر. على كل حال، واشترط الشيعة الزيدية ما اشترط المعتزلة. على فكرة كان التلاقح والمباشرة والقرب بين المعتزلة والزيدية بشكل ظاهر جداً، في تداخل عجيب حتى في المسائل الاعتقادية بالذات. لذلك اشترط الزيدية أيضا ما اشترطه المعتزلة، وقد يكون الأمر معكوسا، أن المعتزلة تأثروا بالزيدية في هذا الأمر، تحتاج إلى تحقيق علمي وبحث دقيق أيها الإخوة. اشترطوا أن يكون عدد الخارجين على الأقل على عدة أهل بدر، على عدة أهل بدر عندهم هذا. إذن هم أهل ثورة، الزيدية أهل ثورة، وقد ثاروا، وأكبر ثوارهم هو إمامهم زيد ابن علي زين العابدين، الذي ثار على هشام ابن عبد الملك، الذي ثار على هشام ابن عبد الملك، وأيده في ثورته وفي خروجه الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يشبه خروجه على هشام ابن عبد الملك بخروج رسول الله وأصحابه يوم بدر، قال نفس الشيء، خروج على الظلم شديد جدا. مش تقول لي نصبر وكذا، وهذا مين؟ أبو حنيفة، مش هذا من أئمة أهل السنة والجماعة؟ شايعه، وكان يجمع الأموال لدعمه بالسلاح، يقول خروجه على هشام كخروج الرسول وأصحابه يوم بدر ضد كفار مكة. هذا هو الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا مقال سريع في الزيدية. الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية اختلفوا أبدا، على العكس والنقيض من الشيعة الزيدية، قالوا لا خروج على الحاكم الظالم. طبعا إذا الحاكم كان إماما كما يريدون، وهم لا يرون الإمامة أيها الإخوة،
إلا إيه؟ إلا في رجل من أهل البيت منصوص عليه بنص جلي. الاثنى عشرية يدعون أن النص على الأئمة الاثنى عشر نص جلي، في حين أن الزيدية قالوا النص على الإمام من ولد فاطمة نص خفي وليس نصا جليا، ولذلك قالوا بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فأقروا بشرعية إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. قال ما في مشكلة، أبو بكر مرضي وعمر مرضي، طب كيف علي موجود؟ قالوا نعم علي أفضل، في ظن الزيدية أن عليا أفضل منهما، ولكن تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. لماذا هذا التساهل على عكس الاثنى عشرية؟ لأن النص في فهمهم على إمامة الإمام ليس جليا، بل نص خفي، بل نص خفي. الشيعة الاثنى عشرية ادعوا أن النصوص جلية، تتسلسل الإمامة في علي ثم الحسن ثم الحسين ثم في تسعة من ولد الحسين، يكون آخرهم القائم أيها الإخوة بالأمر المهدي عجل الله فرجه كما يقولون، الذي يتغيب في السرداب من القرن الثالث الهجري إلى اليوم إلى أن يأذن الله. قالوا ما لم يخرج القائم وهو الإمام إمام الزمن المهدي لا يجوز الخروج على إمام ظالم، لا نرضى بظلمه، نلعن هذا، نتبرأ منه، لا نتعاون معه، نقاومه مقاومة سلبية، مقاومة سلبية وليس مقاومة إيجابية، بأن نحتشد ونسل السيف وندخل في مقتل، لا. قالوا لا يخرج عليه إلى أن يخرج المهدي عجل الله فرجه فنقاتل من ورائه. فالشيعة الإمامية الاثنى عشرية الأمر كله عندهم أمر وحي وسماء، النبي يوحى إليه، الإمام معصوم، عندهم الإمام معصوم. الشيعة الزيدية لم تقل بعصمة الأئمة، عندهم أئمة يقدسون يكرمون لكن ليسوا معصومين، ممكن يخطئ الإمام. الشيعة الاثنى عشرية الأئمة عندهم معصومون، الاثنى عشر لا يخطئون، ولذلك لا اعتراض عليهم ولا مساءلة لهم، إيش ما يفعل الإمام لا مساءلة مثل النبي أبدا لأنه معصوم، فطبعا ما في خروج. طيب الإمام الظالم غير الشرعي قالوا أيضا لا خروج إلا خلف خلف إمام الزمان بوحي الله يأذن بهذا، واستدلوا بصلح النبي أيها الإخوة مع قريش في الحديبية، مع أن النبي كان مأذونا بقتالهم وكان عنده عدد وعدة عظيمة، أليس كذلك؟ طبعا في السنة السادسة والسابعة كان عنده عدد وعدة عظيمة وكان مأذونا بالقتال، لكنه صالح المشركين على ما تعلمون على ما، فقالوا المسألة مسألة سماء، السماء الوحي يسمح بهذا، ولذلك لابد أن ننتظر ننتظر أمر السماء خلف المعصوم. طبعا لما جاء الخميني أيها الإخوة لم يعجبه هذا، إلى متى؟ إلى متى الظلم رهيب جدا جدا يقع خلف رؤوسهم؟ فأتى بنظرية ولاية الفقيه، الفقيه الولي، ولاية الفقيه. قال الفقيه الذي يستكمل طبعا شروطا معينة يمكن أن يطلع بأعباء المهام التي سيطلع بها إمام الزمان حين يخرج، يمكن، فتجمع الجمعة خلفه. في مذهب الاثنى عشرية الجمعة غير واجبة، ما دام المهدي لم يخرج الجمعة غير واجبة، تحب تصلي صلي لكن مش واجبة، لا تجمع الجمعة إلا إلا خلف المهدي، في زمنه في زمنه، لا جهاد وسل سيف أيها الإخوة إلا خلف الإمام، الإمام غير موجود، لا خروج على حكام ظلمة إلا خلف الإمام، والإمام غير موجود. فقال الخميني، قال بهذا المعنى إذن نترك الحكومة ونترك السياسة، لماذا لا نترك الصلاة أيضا وسائر فروض الإسلام حتى يخرج الإمام؟ قال لا. لذلك أتى بنظرية ولاية الفقيه، الفقيه أيها الإخوة الذي استجمع شرطا معينة يمكن أن يقوم بالمهام التي يقوم بها الإمام، ومن ضمنها الجهاد والخروج على ماذا؟ الخروج على الحاكم الظالم. وهكذا كانت الثورة الإسلامية في إيران في 79 من خلف نظرية ولاية الفقيه. طبعا الكيسانية من وقت مبكر أتباع المختار ابن أبي عبيد الثقفي أرقتهم بل أزعجتهم وأقلقتهم فكرة الانتظار هذه حتى يأتي المهدي ويخرج المهدي، فادعوا المهدية في كيسان وهو محمد بن الحنفية، ولقبوه بماذا؟ بكيسان، لذلك يقال لهم الكيسانية، وخرجوا خلف المختار ابن أبي عبيد وأخذوا بشطر كبير من ثارات الحسين، وطبعا كانوا من الثوار المشاهير على على حكومة بني أمية. هذه مذاهب كثيرة، هذا أيضا مجمل رأي الشيعة زيدية واثنى